من حيث أجرى فريق طبي سعودي من منظمة البلسم الدولية 130 عملية عيون لليمنيين في مستشفى سيئون العام، وشملت الحملة العلاجية للفريق الطبي فحص 700 حالة من جميع المحافظات اليمنية. من يدري كم سنوات طال انتظار هؤلاء المرضى ليحظوا بفرصة علاج، ومن يدري كم كانت المعاناة. هنا في مستشفى سيئون بمحافظة حضرموت عيون كثيرة أبصرت النور بعد اختتام الحملة الجراحية الأولى لأمراض العيون نفذتها منظمة البلسم الدولية بتمويل من المملكة العربية السعودية وبدعم لوجستي من قوات التحالف العربي لإجراء 130 عملية لإزالة المياه البيضاء وفحص ومعاينة مئات من المرضى القادمين من مختلف المحافظات اليمنية. نشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على إتاحة هذه الفرصة الجميلة لخدمة الشعب اليمني. حكومة المملكة العربية السعودية وفرت لنا تجهيزات كاملة ولله الحمد وتأمين وصولنا إلى هذا المكان. الحمد لله تم إجراء 130 عملية خلال فترة المخيم، تمت معاينة أكثر من 700 حالة. أسبوع كامل هو مدة هذه الحملة التي استطاعت إعادة النور إلى عيون هؤلاء المرضى من رجال ونساء وأطفال، لتعبر هذه الوجوه الباسمة عن شكرها للمملكة. نوجه شكري للملك سلمان والأمير محمد بن سلمان على هذا العطاء وعلى هذا العطوة الزينة واللي قدموها اليمن لشعب اليمن. نجح العملية هذه، كنت قبل ذلك لا أستضي فيها، والآن تمت العملية في نجاح، وهذا بفضل الله وفضل الملك سلمان طبعا وفضل الدكاترة الجيدين القلوب الرحيمة. ولم تقتصر هذه الحملة على إجراء العمليات الجراحية فحسب، بل شملت تدريب الكادر المحلي وتوفير أجهزة حديثة لاستدامة تقديم الخدمات الطبية لليمنيين ولتكون بلسما يضيء عيونهم. عبد الرحمن بن عطية، الإخبارية، محافظة حضرموت.